خلونا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني الحقيقة، وهو موضوع مهم بيحصل يمكن لكتير من الستات بعد مرحلة الحمل والولادة. والحقيقة انه يعني ممكن ناس كتيرة ما تبقاش عندها معلومات كافية بالموضوع ده، وما تبقاش عارفة قوي مدى خطورة الموضوع ده صحيا. يعني الحقيقة انه الموضوع ده ممكن كمان يسبب او يؤدي لعمليات جراحية، واحنا نبقى مش عارفين معلومات عنه. الموضوع اللي احنا نقصده النهارده هو الانفصال العضلي لعضلات البطن، وده تحديدا بعد الولاده. الموضوع ده بيحصل لنسبه كبيره جدا من الستات، وممكن يدخلهم في مشاكل صحيه كتيره للاسف، بسبب ان هم مش عارفين ده ايه، ومش عارفين يتعاملوا معاه ازاي، ومش عارفين ايه هو اصلا الموضوع ده وطبيعته ايه، واحنا المفروض يبقى يعني اسلوب حياتهم عامل ازاي لما يلاقوا الموضوع ده حاصل معاهم. احنا دلوقتي هنتكلم عنه مع ضيفتنا دكتورة هبة عصام، استشاري العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. اهلا ساري، اهلا رضوى، اهلا بكل المشاهدين. اهلا بيكي. احنا عايزين نعرف في الاول ونعرف المشاهدين يعني ايه الانفصال العضلي، هل هو الفتاء؟ لا، هو الانفصال العضلي احنا عندنا طبعا زي ما كلنا عارفين عضلات البطن في عضلتين قويتين جدا في جدار البطن الامامي، حتى بيظهروا عند لعيبه الجيم، هتلاقي اللي هي السكس باك اللي هي عباره عن ست مربعات جنب بعض تظهر قوي، او دي الناس بتتبسط بيها. دي حاجه دي اوكي. دي هي المفروض الطبيعي بتاعتنا، ان العضلات لازقين في بعض عن طريق السكس باكس، او اللي هي الست مربعات اللي جنب بعض، دول عضلتين كبار يعني كل عضله فيها ثلاثه بالطول كده. تمام. طيب بعد عمليه الحمل في تمدد حجم البطن مع تمدد حجم الجنين في الشهور الاخيره طبعا بيبدا الحجم يزيد، فالعضلات بتبعد عن بعضها، زي ما عارفه مثلا لو جبنا بالونه وحطيناها نفخناها وفي قدامنا مثلا حتتين كده قطعتين مثلا من القماشه، تلاقيها بدات تبعد عن بعض مع انتفاخ البالونه دي. فدلوقتي اللي بيحصل في الانفصال العضلي ان احنا عندنا اثنين سيناريو بيحصل. لو البنت اللي حامل دي كانت قبل الحمل عضلات بطنها قويه وكانت بتلعب رياضه وبتقوي عضلات البطن بشكل كويس، ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره جدا بعد ما تولد العضلات ترجع تاني لوحدها، مع قوه العضلات هترجع تاني تبقى جنب بعض وبشكل سليم تاني. طيب السيناريو الثاني بقى اللي بيحصل، وده 90% يمكن من الشعب المصري او الشعب العربي عموما، ان احنا عندنا ضعف كتير جدا في عضلات البطن، مفيش حد بيهتم بتمارين البطن منذ الصغر، يعني مفيش بنت يعني الا نادرا قوي لو لقينا حد بيهتم بتمارين البطن والظهر وما الى ذلك، زميلنا الرياضيين بس. طبعا. فطبعا الاسبوع هيبقى حظهم طبعا ايه في الموضوع ده مش كويس قوي، ان هم طبعا عضلات بطنهم هتبقى ضعيفه. فالسيناريو بقى اللي هيحصل في الحاله دي ان هيحصل ايه؟ لا، العضلات مش هترجع تاني جنب بعض بعد ما هي اتمددت وبقت بعدت شويه، لا هيفضل التباعد ده موجود. ولو جت برضو ولدت مره ثانيه التباعد ده هيزيد، لان السن العضلات كانت ضعيفه وما قويناهاش. لو مرت مره ثالثه وهكذا، يعني مع كل ولاده كمان بيزيد ممكن نسبه الانفصال دي. لو اهملنا علاجه خالص، ما عالجناهوش وما قويناش العضلات وما عملناش علاج طبيعي، حتى هو مش بس يبقى مجرد تمارين، بيبقى علاج طبيعي عباره عن تمارين علاجيه، وفي اجهزه كمان مهمه قوي بتحسنه في وقت قصير جدا، ممكن في شهر باذن الله يكون اتعالج بامان وبدون جراحه بدون الم بدون اي شيء. طيب دكتوره هبه، يعني هو بيتعرف ازاي ان السيده مثلا بعد الولاده عندها الانفصال العضلي ده؟ يعني بتعرف ازاي؟ بتلاحظ ايه؟ فحص سريري، يعني هي اولا طبعا بنتاكد من التشخيص عن طريق انها بتجيب طبعا العياده، بعمل لها فحص سريري عشان اشوف طبعا بيتاكد الاصابع، هل مثلا الانفصال ده اربع اصابع خمس اصابع ممكن اثنين مثلا على حسب ايه يعني مرحله الانفصال او شده الانفصال. بعد كده طبعا من غير اي مش محتاج اي اشعاعات او اي حاجه، هو مجرد فحص سريري. طبعا من ضمن الاعراض برضو اللي ممكن تحس بيها السيده تشك انها عندها انفصال عضلي، طبعا ممكن تلاقي ترهل في البطن، بس مش كل ترهل هيكون فيه انفصال، ممكن ترهل عادي بس هو غالبا معظم اللي عندهم ترهل بيكون فيه نسبه من الانفصال. تاني حاجه بتحس بالام في الظهر، لان احنا البطن والظهر عندنا عباره عن وحده واحده، يعني بيسندوا بعض زي ما بيقولوا كده، يعني الاثنين بينهم بالانس او بينهم توازن. لو البطن ضعيفه الظهر كمان هيضعف، وبالتالي ممكن يدخلنا في مشاكل في فقرات الظهر والام في الظهر ومشاكل في غضاريف الظهر وما الى ذلك. فاحنا طبعا من ضمن الحاجات معظم اللي بلاقي عندهم الام في الظهر بعد الولاده غالبا بيكون عندهم برضو انفصال عضلي. الحاجه الثانيه برضو ممكن لو الساب زي ما احنا قلنا للاسف ما اتعالجش، وده بيحصل عند ناس كتير جدا مش عارفه ان عندها انفصال، وتقعد تشيل بقى البيبي وتشيل وتشتغل في البيت وتعمل اعمال منزليه وكده، طبعا ممكن لو الساب مع الضعف الشديد في بعض الناس اللي عندها كمان اوريدي، في ناس عندها مشاكل برضو ان عضلات جسمها كلها ضعيفه وكده، دي ممكن يجي لها الفتاء بقى في الاخر، يعني الفتاء ده بيكون اخر مرحله نتيجه بقى بالظبط. لو الساب بقى واهمل من ضمن المضاعفات الشديده للانفصال العضلي، وممكن في ناس تحتاج تركب شبكه وتعمل عمليه جراحيه نتيجه طبعا ضعف العضلات.
برضو حاجه ثانيه مهمه، مش اي تمارين بطن هي دي المناسبه للانتصال، لان في ناس ممكن تعمل تمارين بطن، تمارين بطن المعروفه حتى المشهوره دي بتزود الانتصال، اللي هي اشهر تمرين معروف مثلا لو بترفعي راسك بصي على رجليكي، ده ممكن اصلا بيزود الانفصال. عشان كده بقول لازم الانفصال العضلي يتعالج عن طريق دكتور متخصص في العلاج الطبيعي، اصلا في تخصص صحه المراه، لان احنا بنبقى عارفين ازاي بنعالجه باجهزه معينه وبتمارين معينه لكل حاله غير الثانيه برضه، ان ممكن تبقى حاله انفصال عضلي عندها الام في الظهر، مش هينفع اديها تمارين زي اللي ما عندهاش مثلا، ممكن اديها حاجات اكثر بكثير. فمهم قوي ان احنا، وحتى في الجيم للاسف بعض الناس ممكن يجي لها انفصال عضلي من تمارين خاطئه في الجيم، على فكره كمان بيجي للناس اللي عندها بادي بيلدينج دي، لو عملوا تمارين خاطئه بتحميل خاطئ، الناس اللي عندها عضلات شكلها حتى يعني بيطلع زي في التلفزيون كده. انا عندي سؤال، هو مش مؤلم؟ يعني انا ما بحسش بحاجه لو عندي انفصال عضلي، هو بس ترهل في البطن؟ لا خالص هو مش مؤلم تماما. ده يعني كلنا المفروض نروح نكشف لو عندنا انفصال عضلي ولا لا كده؟ بس هو يعني زي ما احنا قلنا بقى ليه شويه علامات، هو خصوصا بيجي بعد الولاده، يعني هو نادرا لو جه مثلا لواحده ممكن ما تكونش ولدت، لا يعني ممكن بيحصل برضه لو واحده عملت عمليه جراحيه في البطن، بس دي حالات بتبقى نادره شويه. طيب ولو هي حد بيتمرن مثلا كتير وحصل لها انفصال عضلي، حضرتك بتقولي ان هو ما بيوجعش، طب هي تعرف ما بيوجعش؟ هتعرف ازاي؟ زي ما احنا قلنا بالفحص السريري ده اللي بياكد لنا الموضوع. ايوه اللي يخليني اشوف، ساعات بيبان بالشكل، ساعات على فكره وهي برضه عضليه، يعني هي لو واحده سبورت يعني واحده بتلعب رياضه بيبان ان عندها تباعد، حتى ممكن يبقى ظاهريا حتى بالعين المجرده، كان في برضه صوره يا رب يعرضوها معانا، كان فيها شكل العضلات حتى القويه ازاي بيحصل لها انفصال. طيب هي فعلا موضوع مهم طبعا، والفحص السريري بياكده جدا، فحص سريري بسيط جدا جدا، اختبار يعني في العياده بيحصل بشكل بسيط. هي الفكره انه ممكن حاجه انا ما لاحظهاش فما اهتمش اصلا ان انا اروح اكشف يعني. هي الفكره ان هي للاسف كمان احنا محتاجين توعيه بالموضوع ده، لان ما حدش اصلا عارف يعني ايه انفصال عضلي اساسا، يعني كفكره من البدايه مش مطروحه للناس، وممكن ندخلهم في مشاكل وهم مش عارفين سببها ايه، ونقعد نعالج في الظهر على فكره، يعني ممكن مثلا البيشنت تجي لي عندها الام في الظهر، نقعد نعالج الظهر ماشي الظهر هيتحسن، بس لسه عضلات البطن فيها انفصال. طب في بعد شويه هيرجع تاني يرجع لها الالام، وممكن زي ما احنا قلنا تزيد المضاعفات. تمام. طب هل في حاجات وقائيه ممكن اعملها علشان ما اتعرضش للانفصال العضلي؟ بالظبط، كويس جدا السؤال ده. هايل، انا نفسي كل البنات المراهقات من اول سن المراهقه نبدا نهتم بعضلات البطن، لان هي دي اللي هتشيل بعد كده ان شاء الله الحمل، وتشيل وزن البيبي، وهنشيل بيها الاعمال المنزليه، يعني البنات بالذات يا ريت نهتم بتقويه عضلاتهم وهم صغيرين، نفسي والله ان احنا نبقى عندنا الوعي ده، ونبدا نقوي يعني نوعي البنات ان انت لازم تقوي عضلات جسمك في سن صغير، عشان يا عيني هي بعد كده هتتعرض لستريسز كثيره، شغلها وشغل البيت، وانها تشيل البيبي، وانها تهتم باطفالها، كل دي لود على المراه المصريه كل يوم، فاحنا لو عملنا توعيه ان احنا فعلا لازم نهتم بعضلات الجسم وتقويتها بشكل صحيح منذ الصغر، لا خلاص هي لو جسمها قوي ان شاء الله ما فيش عضلاتها قويه باذن الله مش هيحصل لها اي انفصال ولا اي حاجه. تمام. يعني للاسف هو الموضوع نسبته كبيره، وانا بكتشف فعلا في حالات كتير، حتى دراسات بتقول حتى بره 60% من اللي بيحملوا بيجي لهم انفصال عضلي. لا ولكن واضح كمان خطورته فكره ان اعراضه مش مؤلمه، فانا ما بتوجعش فما بروحش للدكتور. بالزبط. فده صعب جدا. بشكر حضرتك جدا جدا دكتوره هبه عصام استشاري العلاج الطبيعي بجامعه القاهره. هنطلع